طيب موعدنا النهارده الساعة 7 بإذن الله، مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد ما بين الأهلي والزمالك، مباراة قوية جدا صعبة جدا. الأهلي والزمالك السنة دي في كرة اليد يعني كان في دايما مباريات قوية وحماسية وبتخلص في الثواني الأخيرة، لكن الأهلي السنة دي تفوق على الزمالك في بعض المباريات وفاز بالدوري وعمل ثنائية وعمل مباريات كبيرة جدا خلال هذا العام، لكن على المستوى السوبر الإفريقي أكيد هتبقى مواجهة صعبة جدا. الاهلي بينظم هذه البطوله على صاله الامير عبد الله الفيصل، كان من المفترض الاهلي يواجه الترجي التونسي، ولكن الترجي في اللحظات الاخيره اعتذر ولم يحضر الى القاهره لخوض هذه المباراه، وبالتالي الاهلي تاهل الى المباراه النهائيه. وبالامس الزمالك فاز على بطل الكونغو وواجه الاهلي او هيواجه الاهلي اليوم النهارده الساعه 7. مزيدا من التفاصيل والحديث عن الاجواء الجماهيريه خاصه في ظل حضور النهارده 1000 مشجع لهذه المباراه، نروح ونطير مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره ومن امام صاله الامير عبد الله الفيصل اللي هتستضيف المباراه. معانا على الهواء مباشره الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي. محمد مساء الفل عليك، واخبارك والاجواء والجديده عندك من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مساء الخير زميل العزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت دايما في قناه النادي الاهلي وجوه النادي الاهلي مع موعد دايما مع البطولات، والنهارده بطوله مهمه جدا وهي بطوله كاس السوبر الافريقي لكره اليد، واللي ابتدت اهميتها محمد ان الفائز باللقب بيشارك في كاس العالم للانديه او زي ما بنقول كده السوبر جلوب، الكاس العالم للانديه لكره اليد. يمكن النادي الاهلي بيخش مباراه اليوم وهو حامل اللقب بعد الفوز ايضا على الزمالك العام الماضي في النيجر. يمكن النادي الاهلي تاهل من بعدها للسوبر جلوب او كاس العالم للانديه في السعوديه، ويمكن ادى اداء اكثر من رائع ويمكن عمل نتائج رائعه جدا وفاز على فرق كبيره جدا من اوروبا. ان شاء الله النادي الاهلي يكرر انجاز هذا العام ويحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، وباذن الله يصعد مجددا لكاس العالم للانديه لكره اليد. خاصه محمد النادي الاهلي بيخش المره دي وهو يعني بطل الثنائيه المحليه سواء الدوري او الكاس زي ما انت قلت على حساب نادي الزمالك، كمان البطوله بتقام هذا العام على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا داخل النادي الاهلي بمقره الرئيسي بالجزيره. كان زي ما انت قلت الجهات الامنيه بالتعاون مع النادي الاهلي تم الموافقه بالامس على حضور 1000 مشجع. يمكن عاوزين نتكلم في هذه الجزئيه، يمكن تنظيم اكثر من رائع هنا من امن النادي الاهلي، وطبعا تحيه لكل افراد الامن وعلى راسهم طبعا العميد علاء صلاح مدير امن بالنادي الاهلي، هم اللي بيامنوا داخل المدرجات هنا وداخل فرع النادي الاهلي بالتعاون طبعا مع وزاره الداخليه، ويمكن بيشرف على عمليات دخول الجماهير شركه تذكرتي الوطنيه طبعا بعد طرح التذاكر بالامس محمد على موقعها. يمكن ان شاء الله ينتظر في هذه اللحظات بدء توافد الجماهير، يمكن تم طبعا الاعلان عن بدء دخول الجماهير قبل المباراه بساعه ونصف. ان شاء الله دخول جماهير النادي الاهلي هيبقى من بوابه النادي الرئيسيه جهه مستشفى المعلمين، اما جمهور النادي الزمالك فهيتم تخصيص البوابه المقابله على طول لدار الاوبرا المصريه، وطبعا الاعلاميين والفي اي بي كلهم هيخشوا من بوابات النادي الاهلي الرئيسيه سواء اللي على باب البحر او على باب المعلمين هنا بفرع النادي الاهلي بالجزيره. يمكن الفريق بقى محمد على المستوى الفني كمان، يمكن الفريق طبعا زي ما قلت لك فاز بلقب الدوري ومن بعد على طول بطل الكاس، يمكن طبعا كان في تجمع دولي للمنتخب الوطني طبعا بقياده المدير الفني الجديد، يمكن لعيبه النادي الاهلي كلهم كانوا في التجمع دوت يعني ما رجعوش للجهاز الفني للنادي الاهلي وبداوا تدريباتهم منذ اسبوع واحد فقط، بداوا التدريبات مع الفريق هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن التدريب كان بيتم بقياده طبعا مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق بشكل يومي محمد هنا على صاله النادي الاهلي بالجزيره. طبعا يمكن المدير الفني اتكلمت معاه وعن الاستعداد، قال لي كان كل يوم يعني بجانب طبعا التدريب اليومي دايما كل يوم في محاضره فيديو بيدرس طبعا منافس مباراه اليوم نادي الزمالك، وطبعا تحليل لكل اخطاء الفريق والكلام في اهم مفاتيح القوه والضعف سواء للمنافسين او لفرقتنا كمان يا محمد. يمكن الفريق كمان من امبارح دخل معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه جدا من مقر النادي الاهلي هنا في الجزيره. يمكن طبعا الصبح كان في فتره اكتيفيشن طبعا عشان اللعيبه كان في قسط كبير جدا من الراحه، بعديه كان في فتره اكتيفيشن، وكمان الجديد كمان مستر ديفيز بيعمل للاعبين فتره مديتيشن كده يوم المباراه الصبح عشان يكونوا في قمه تركيزهم. بعد كده كان الغداء فيه تمام الثالثه عصرا، ومن بعدها الفريق اتحرك من فندق الاقامه الى مقر النادي الاهلي الرئيسي هنا بالجزيره في تمام الرابعه. يمكن فضل الجهاز الفني ان محاضره الفيديو الاخيره او اخر ميتنج قبل المباراه يكون هنا داخل فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. زي ما قلت لك اجواء اكثر من رائعه، النادي الاهلي كعادته تنظيم اكثر من رائع. ننتظر في هذه اللحظات زي ما قلت لك توافد جمهور الفريقين، ويمكن فريق النادي الاهلي زي ما قلت لك بالفعل هو داخل الفرع هنا في المكان المخصص ليه وغرف ملابسه، نادي الزمالك كمان على وصول وتم طبعا تخصيص مكان ليه. طبعا بالامس زي ما انت قلت محمد النادي الاهلي صعد مباشره للمباراه النهائيه بعد انسحاب الترجي التونسي من البطوله، ولكن الزمالك امبارح فاز على بطل الكونغو جي اس كي بنتيجه 45-25 وتاهل لمباراه اليوم لملاقاه النادي الاهلي. بالطبع الصاله حاليا عليها دلوقتي المباراه النهائيه ومباراه السوبر كمان
الافريقي ولكن للسيدات طبعا ما بين بترو الانجولي وكمان اول اغسطس الانجولي. يمكن الفريقين امبارح الفريق بترو اتلتيكو تفوق على بطل تونس وفريق اول اغسطس تفوق على بطل الكونغو، والمباراه النهائيه بتجري حاليا يمكن انتهى الشوط الاول بتفوق اول اغسطس الانجولي. ان شاء الله هنوافيكم فيما هو قادم من تقارير باذن الله من نتيجه المباراه. كل التوفيق للنادي الاهلي، كعاده النادي الاهلي بينظم تنظيم اكثر من رائع. كمان فريق النادي الاهلي النهارده باذن الله يكون على المستوى وعند حسن ظن جماهير النادي الاهلي، وباذن الله يحافظ على لقبه العام الثاني على التوالي. كلمه ليك يا محمد، اتفضل. باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والايضاحات. بصراحه توفيق ما سابليش مساحه اسال اي سؤال، كل المعلومات اللي الجمهور عايز يعرفها شافها صوت وصوره من مقر النادي الاهلي بالجزيره.